بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات التعليم عن بعد الاكتساب المطور، طلاب المستوى الرابع المقرر مدخل للاقتصاد الإسلامي. أهلا بكم في لقاء حي جديد من لقاءاتنا الحية لهذا المقرر، والنهاردة إن شاء الله اللقاء الخامس. زي ما اتعودنا دايما لما بنبدأ بنأكد على إن الصوت واضح يا شباب، الصوت واضح. الصوت واضح يا شباب. تمام، واضح. نعم، إذن على بركة الله نكمل مع بعض شرحنا في المقرر دوت. وكنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على تعريف الإنتاج بشكل عام وتعريف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، ويا ترى هل يوجد فرق بين الإنتاج والعمارة تعمير الكون يعني. وعرفنا أن العمارة أوسع وأشمل وأكبر في المعنى والمفهوم وأعمق في المفهوم من الإنتاج. ليه؟ لأسباب قلناها، لأن العمارة بتعني أشياء كتيرة جدا عددناها المرة اللي فاتت. هنستكمل كلامنا عن الإنتاج، ولكن تحديدا هنتكلم على مفهوم ضوابط الإنتاج. هل ننتج بشكل عشوائي ولا نضع ضوابط لهذا الإنتاج؟ لا، نضع ضوابط لهذا الإنتاج. فتعريف ضوابط الإنتاج كمفهوم بنقول هي عبارة عن مجموعة من القواعد والتوجيهات والتشريعات المنبثقة من الشريعة الإسلامية لتنظيم علاقة الإنسان بالموارد الاقتصادية من أجل إنتاج السلع والخدمات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الرفاهية الاقتصادية أو تحقيق التوازن والاستقرار للنشاط ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية. كل الكلام ده مظبوط. إذا ضوابط الإنتاج ما هي إلا عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات والتوجيهات جاية منين؟ المنبثقة من الشريعة الإسلامية. بناخدها من الشريعة الإسلامية ليه؟ عشان ننظم النشاط الإنتاجي والاقتصادي والنشاط التجاري وفق الشريعة الإسلامية، أو مجموعة من القواعد والضوابط أو التوجيهات المنبثقة من الشريعة الإسلامية لتنظيم علاقة الإنسان بالموارد الطبيعية من أجل بقى تحقيق التوازن والاستقرار للنشاط والإنتاج الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للفرد وللمجتمع. ده تعريفها بسيط وسهل. بعد كده بننتقل، بنقول ان الضوابط دي لو بنتكلم على اقسامها فعندنا قسمين لهذه الضوابط. اقسام الضوابط دي هتنقسم لقسمين، او لو بنتكلم على طبيعة هذه الضوابط فبنقول ان الضوابط دي ذات طبيعة مختلفة. ليه بقى؟ عندنا قسمين من الضوابط. عندنا ضوابط دائمة ملزمة او مستحبة، مثل ضوابط الحلال والحرام. ضوابط الحلال والحرام ضوابط بتكون دايمة وملزمة أو مستحبة، زي على سبيل المثال زي ضابط الحلال والحرام. يعني لما بنقول الربا حرام، هو حرام كان حرام امبارح وهيبقى حلال النهاردة وحلال بكرة، ولا حرام امبارح حرام النهاردة وحلال بكرة، ولا حرام على طول؟ دائم وملزم ومستحب. دائم وملزم ومستحب. هناخد طبعا أمثلة على أنواع الضوابط بعد كده، لأن هم خمس أنواع، منهم ثلاثة دائمين واثنين متغيرين. يبقى إذا أقسام الضوابط بشكل عام هي ضوابط دائمة ملزمة أو مستحبة، زي إيه؟ زي ضابط الحلال والحرام، وهناخد الباقي بعد كده. القسم الثاني يا شباب بيمثل ضوابط متغيرة بحسب تغير الظروف الاقتصادية القائمة، زي إيه؟ زي ضابط أولويات الإنتاج وضابط إتقان الإنتاج. ضابط أولويات الإنتاج وإتقان الإيه؟ الإنتاج. إذا الضوابط الشباب هي قسمين، ضوابط دايمة ملزمة ومستحبة زي ضابط الحلال والحرام، وضابط أو بيسموه ضابط المشروعية، يعني ضابط المشروعية الحلال والحرام. والضوابط أو القسم الثاني بيسمى ضوابط متغيرة بتغير حسب الظروف الاقتصادية أو بتغير الظروف الاقتصادية، وده زي مثلا ضابط أولويات الإنتاج أو ضابط إتقان الإنتاج. ليه بنضع هذه الضوابط؟ لماذا توضع هذه الضوابط؟ الجامعة بتشتغل بشكل عشوائي ولا ليها ضوابط الجامعة؟ أي مؤسسة، أي شركة، أي مشروع، أي وحدة اقتصادية وإنتاجية، هل ليها ضوابط ولا بتشتغل بشكل عشوائي؟ لازم يكون ليها ضوابط. فالسؤال هنا، ما هي أهمية وضع الضوابط؟ إيه أهمية الضوابط دي؟ الصوت واضح يا شباب والأمور ماشية؟ احنا تحديدا في صفحة 24 من الملخص اللي موجود على منتدى المقرر، من المذكرة الموجودة على المنتدى المقرر.
أهمية وضع الضوابط في عدة أهميات وضع هذه الضوابط. ليه بحط الضوابط؟ أولا علشان الضوابط دي هتساعد على إزالة التعارض ما بين السلوك الفردي والمصلحة المجتمع، من مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. لو حصل تعارض ما بين المصلحتين لا الضوابط دي هتنظم العلاقة ما بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فإزالة التعارض بين السلوك الفردي والسلوك الجماعي أو المصلحة الخاصة والمصلحة العامة وفق مقتضيات العقيدة والشريعة الإسلامية. ثانيا هي أهمية الضوابط ديت، هنقول علشان نعمل نمو أو نحقق نمو متوازن ما بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، علشان ما اهتمش بقطاع على حساب القطاعات الأخرى، يبقى إذن بحط ضوابط ليه؟ علشان تحقيق نمو متوازن ما بين القطاعات الإنتاجية المختلفة. لما انت اهتميت بقطاع على حساب القطاعات الأخرى يؤدي إلى آثار سلبية كتيرة جدا. لو اهتميت بالبترول والنفط وتركت قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الزراعة وقطاع البحث العلمي وقطاع، هيؤدي إلى آثار سلبية. لا احنا بقى بنحط الضوابط ديت علشان ينتج عنها نمو متوازن، كل القطاعات تبقى قوية في حد ذاتها والنمو الاقتصادي في البلد يبقى قوي، البلد تكون قوية اقتصاديا كمان في كل القطاعات مش في قطاع واحد فقط. ليه كمان بحط او لماذا توضع هذه الضوابط؟ ايضا علشان نبين اللي بيجتهد من اللي ما بيجتهدش، اللي بيجتهد ياخد حقه ويكافئ واللي ما بيجتهدش يعاقب، الثواب والعقاب. وبالتالي علشان ابراز دور الانسان كموجه وقائد للعملية الانتاجية وحمايته مما يقع عليه من ظلم بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. يبقى اذا ده السبب الثالث عشان احط ضوابط ليه، ده سبب ثالث. السبب الرابع لماذا توضع الضوابط، بنقول لتهيئة المناخ العام لعمارة الارض وتنمية الانتاج ورفع مستوى كفاءته من خلال ضوابط سلوك عنصر العمل او اتقان الانتاج. يبقى اذا دي الاربع اسباب او اهمية الضوابط بمعنى صح. ليه بحط الضوابط؟ الاربع اسباب دي او الاربع الاهميات اللي اتكلمنا عليها دي، عشان نزيل التعارض بين المصلحة الخاصة والعامة، عشان حقق نمو متوازن بين القطاعات الانتاجية المختلفة، عشان ابرز دور الانسان كموجه وقائد للعملية الانتاجية وحمايته من الظلم الذي ممكن ان يقع عليه، عشان اعمل عملية تهيئة للمناخ العام او المناخ العام لعمارة الارض وعمارة الكون وتنمية الانتاج وزيادته وتطويره ورفع كفاءة. وليه كمان بحط ضوابط استكمالا يعني لأهمية الضوابط؟ طبعا انت لما بتحط ضوابط في المراحل الاولى للانتاج ده بيسهل عليك المراحل التالية، لان مرحلة الانتاج بيشملها بعد كده مرحلة تسويق وتوزيع واستهلاك وكل المراحل اللي تيجي بعد كده تكون سهلة، لان انت قايم على اساس سليم وضوابط سليمة من البداية. لو حطيت لنفسك ضوابط مضبوطة من بداية دخولك الجامعة اكيد هتمشي في الجامعة في المستويات المختلفة بشكل جيد وممتاز. وبالتالي الضوابط دي برضو من اهميتها بتمتد اهمية الانتاج في الاقتصاد الاسلامي لتؤثر في المجالات الاقتصادية الاخرى غير الانتاج كالاستهلاك والتوزيع. وبالتالي انت لما بتحط ضوابط من البداية بتلاقي الضوابط بتساعد في المراحل المتقدمة، وبالتالي الانتاج يكون متطور وينمو بشكل ممتاز. الصوت، النصيحة اللي بقولها للصوت، يعني ما الصوت، انا عارف ان الصوت واضح والجهاز عندي ما فيش مشكلة والصوت واضح، لكن نصيحة يعني اللي مش بيسمع كويس من الجهاز عنده ممكن يستخدم سماعات هيدفون تقدر تسمع من خلالها كويس وهتسمع الصوت واضح. لكن زمايلك اللي موجودين او زميلاتك اللي موجودين على اللقاء الحي يقدروا يأكدوا لنا الصوت واضح يا شباب ولا في مشكلة؟ الصوت واضح؟ هل الصوت واضح ولا في مشكلة؟ اكتبوا في الشات سريعا. واضح تمام، الصوت واضح تمام، بيأكدوا لك اول ما الصوت واضح. اذا المشكلة عندك في النت او في الجهاز، او يعني يفضل انك تستخدم سماعات هيدفون يا احمد يا حسن. اوكي، نستكمل بقى كلامنا واحنا في صفحة 25 من المذكرة اللي موجودة على منتدى المقرر، وانا حطيتها لكم بصيغة PDF تقدروا تطبعوها، واللي ما يتابعش اللي ما تابعش قبل كده يتابع معايا. فبعد كده بنتكلم على يا شباب، بعد ما عرفنا تعريف ضوابط انتاج واهميتها واقسامها اللي هي ضوابط دايمه ملزمه ومستحبه وضوابط متغيره بتغير الظروف، هنتكلم بقى على انواع الضوابط. هنتكلم على ايه؟ انواع ضوابط الانتاج في الاقتصاد الاسلامي.
ولازم عندنا مفيش ازعاج ولا حاجه، لكن التركيز معانا يكون هيفيدك اكتر، وهتلاقي الامور بسيطه وسهله ان شاء الله، ونتمنى لكم تحقيق المعدلات العاليه للجميع. انواع ضوابط الانتاج يا شباب، احنا قلنا الاقسام هم قسمين، ضوابط دايمه وضوابط ايه متغيره، ضوابط دايمه ملزمه او مستحبه، وضوابط متغيره بتغير الظروف. دول قسمين، القسمين دول الحقيقه بيقع تحتهم انواع. القسم الاولاني الضوابط الدايمه، هتلاقينا بنتكلم على ثلاث انواع من الضوابط الدايمه دلوقتي، وهنبداها بضوابط المشروعيه، ثم ضابط منع الاسراف في استخدام الموارد او ما يسمى تحقيق الكفاءه الاقتصاديه، ثم الضابط الثالث ضابط منع الضرر. دي ضوابط دايمه ملزمه ومستحبه. اما النوعين التانيين، عشان هم خمس انواع، النوعين التانيين اللي هو ضابط اولويات الانتاج وضابط اتقان الانتاج، هنلاقي ان الاثنين التانيين دول الاخرى هيتلاقيهم يتبعوا للقسم الثاني اللي هي ضوابط متغيره بتغير الظروف. يبقى اقسام الضوابط قسمين، القسم الاول بيقع تحتيه ثلاث انواع، والقسم الثاني بيقع تحتيه نوعين. الضوابط الدايمه الملزمه المستحبه بيقع تحتيها ثلاث انواع من الضوابط، هي ضابط المشروعيه اللي هو الحلال والحرام، وضابط منع الاسراف في استخدام الموارد، وضابط منع الضرر. اما الضوابط المتغيره بتغير الظروف الاقتصاديه فبيقع تحتيها نوعين، هي الضوابط اتقان الانتاج، ضابط اولويات الانتاج، وضابط اتقان الانتاج. هو الحقيقه حاططهم لك الخمسه ورا بعض، بيشرحهم ورا بعض الخمس انواع، لكن احنا عرفنا خلاص ان منهم ثلاثه دائمين ملزمين مستحبين، واثنين منهم ضوابط متغيره بتغير الظروف. طيب خلينا نبدا مع ضابط الاولاني اللي هو المشروعيه، والحقيقه ضابط المشروعيه مش محتاج شرح كتير، لان المشروعيه يعني الحلال والحرام. يعني ضابط مشروعيه بالنسبه للانتاج، يعني في حاجات حلال منتجه وفي حاجات حرام ما ننتجهاش. مين اللي قال؟ الشريعه الاسلاميه. الشريعه ليه يا جماعه؟ الاسلاميه. يعني انتاج الخنزير وتربيته والتجاره فيه واكله وشربه حرام، كل حاجه مرتبطه بيه حرام، ومنتجاته حرام، وكل حاجه حرام. كانت حرام امبارح وحرام النهارده، وهيبقى حلال بكره الخنزير ولا ايه؟ ولا حرام دائم وملزم ومستحب على طول؟ حرام على طول، حرام على طول. يبقى ده ضابط دائم ولا متغير؟ ضابط دائم. ممتاز. يبقى ده ضابط المشروعيه يا جماعه. زي يعني بقى سلع كتير، خمر، الخنزير، مش عارف ايه، الربا، سواء سلع ماديه او خدمات معنويه. وبالتالي لما نراعي هذا الضابط ونضعه في الحسبان ونهتم بيه، ده يؤدي الى نتائج ايجابيه ونتائج سلبيه. يعني لما احط ضابط الانتاج او ضابط المشروعيه، يا جماعه في حاجات حلال منتجه وفي حاجات حرام ما ننتجهاش، هل ده هيكون ليه اثار ايجابيه ولا اثار سلبيه؟ اكيد ليه اثار ايجابيه طبعا. زي ايه بقى الاثار الايجابيه؟ هنقول حمايه حياه الانسان وحفاظا عليها وحفاظ على عقله ونفسه وامواله. ثانيا تحرير جانب مهم من موارد المجتمع، كان من الممكن ان تتجه الى انتاج السلع والخدمات الضاره بقوله تعالى ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. بمعنى ان انا بحافظ على الموارد الانتاجيه، بدل ما كنت هوجهها لانتاج الحاجات الحرام، لا هوجهها لانتاج الحاجات الحلال. الارض الزراعيه مش ممكن ازرعها قمح ومنتجات خضروات وفواكه مفيده للفرد وللمجتمع، وفي نفس الوقت نفس الارض دي مش ممكن ازرعها مواد مخدره تضر المجتمع وتدمر المجتمع. طب لما بوجه الارض دي لانتاج الحاجات الحلال، مش ده كويس ويحافظ على الموارد؟ تمام. ايضا ناخد مثال زي العنب. العنب يعني انواع كتيره وفاكهه لذيذه وجميله، وممكن اعمل منه عصاير حلال، وممكن اعمل منه مأكولات شهيه، تمام، حلال. وفي نفس الوقت ممكن العنب دوت استخدمه لانتاج الخمور والمسكرات، صح ولا لا؟ لا. يبقى اذا لما بحط ضابط المشروعيه وضابط دائم وملزم ومستحب، ده بيحافظ على الموارد ولا لا؟ بيحافظ على الموارد. النوع الثاني من انواع الضوابط الدائمه الملزمه المستحبه هو ضابط يسمى ضابط منع الاسراف في استخدام الموارد، او ما يسمى يعني ان احنا نعمل تحقيق للكفاءه الاقتصاديه في استخدام الموارد. منع الاسراف في استخدام الموارد. طبعا الاسراف منهي عنه في القران والسنه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وبالتالي الاسراف يعني سلوك سيء يؤدي الى اهدار الموارد واتلافها وضياع الموارد. حتى يعني الاسراف ما بيتوقفش او ما بيقفش عند الاكل والشرب والملابس والكلام ده، لا، ده ممكن الاسراف يكون في العدد والالات، فما بتعملش صيانه للالات والمعدات في المصنع بتاعك، فده اسراف. لو لا ايضا لو بتترك الاموال وبتكنز الاموال، ده اسراف وضياع للاموال. او لو بتنفق الاموال على حرام فهو اسراف، والاكتناز كذلك اسراف. كل ده منهي عنه
وبالتالي منع الإسراف في استخدام الموارد مهم جدا كضابط من أنواع الضوابط الدائمة الملزمة والمستحبة. وعندكم أمثلة كثيرة في المذكرة للإسراف ومنعه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، وذكر منها إضاعة المال. يعني إضاعة المال بقى سواء باكتنازه أو بإنفاقه على الحرام أو غيره من سبل تضييع المال. أيضا من صور الإسراف في استخدام الموارد عدم مراعاة الأولويات، سواء بقى إننا ما برعيش الأولويات بالنسبة للفرد أو للمجتمع. لو ما برعيش الأولويات يبقى ده إسراف كذلك. يعني وفي أمثلة كثيرة تقدروا تقروها وتفهمكم أكتر. أيضا من صور الإسراف زي ما قلنا عدم اتباع الأساليب السليمة في رعاية الأدوات والآلات والمعدات الرأسمالية وغيرها. لو ما بعملش صيانة دورية للآلات والمعدات اللي في مصنعي أو في الوحدة الإنتاجية بتاعتي أو في المشروع بتاعي، ده هيؤدي إلى إسراف ويعني شيء سيء ويزود التكاليف عليك. أيضا من صور الإسراف شراء السلع قبل وقت الاستفادة منها، وده ممكن يعرضها للتلف. هتشتري مواد خام كتير عن اللازم وتخزنها، ما ممكن تتلف. لا، لازم تحسب الامور بشكل جيد وبشكل صحيح عشان ما يحصلش نوع من الاسراف. ايه بمعنى؟ يعني الاسراف يكون واشربوا ولا تسرفوا. حتى في الحاجات الحلال لازم يكون ليها ضوابط. هي اي نعم حلال في الاكل احنا ناكل، الحرام معروف ان حرام اصلا مش هتقرب منه، ها؟ لكن في الحلال هل في ضابط يحكم استهلاكك للحاجات الحلال؟ ايوه، ها. وكلوا واشربوا ولا هناكل ونشرب ايه الحاجات الحرام؟ لا، الحاجات الحلال، بس نعمل ايه بقى؟ ولا تسرفوا. ولا يا جماعه ولا تسرفوا لو لا يحب تسرف. الضابط الثالث، يبقى اذا كده الضابط الاول كان ضابط المشروعات الحلال والحرام، وهو ضابط دائم وملزم ومستحب. الضابط الثاني فكروني هو ايه؟ ضابط منع الاسراف في استخدام الموارد، وهو ضابط دائم وملزم ومستحب. الضابط الثالث والنوع الثالث من الضوابط هو ضابط منع الضرر. منع يا جماعه؟ منع الضرر. طب منع الضرر، هل منع الضرر حرام امبارح وحرام النهارده يبقى حلال بكره؟ ضابط دائم ولا متغير؟ ضابط منع الضرر دائم ولا متغير؟ يا ريت تكونوا سريعين كده في الشات وتكتبوا لما اسال على حاجه الاقيكم مصحصحين ومركزين والامور ماشيه كويس والصوت واضح والكلام ده. ضابط منع الضرر طبعا منع الضرر حرام وحرام وحرام، يعني ضابط دائم وملزم ومستحب وليس متغير. ضابط دائم وملزم ومستحب. طب الرسول صلى الله عليه وسلم في من دوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هل معنى الحديث دوت منع الضرر نسبيا جزئيا مطلقا ولا لا شيء مما ذكر؟ منع الضرر هنا مطلقا ولا نسبيا ولا جزئيا ولا لا شيء مما ذكر؟ طبعا مطلقا. انت بتسعى لمنع الضرر مطلقا، مش عايزين اي ضرر نهائي، مش عايزين اي ضرر نهائي. طيب لو قلت لك ان كده كده في ضررين هيقعوا، كده كده هيحصل ان في ضررين هيقعوا، نعمل ايه بقى في الحاله دي؟ ها؟ مش بتدرسوا فقه يا شباب؟ مش بتدرسوا فقه وعارفين الكلام ده؟ لو في ضررين هيقعوا نعمل ايه في الحاله دي؟ نلجا للضرر الاخف ونبعد عن الضرر الاكبر. يعني اخف الضررين، صح ولا لا؟ مش دي قواعد فقهيه انتوا عارفينها؟ تكتبوا يا جماعه. يبقى اذا منع الضرر ده ضابط دائم وملزم ومستحب ولا ضابط متغير بتغير الظروف؟ دائم ولا متغير؟ انتوا شكلكم نايمين ولا ايه؟ ضابط دائم طبعا وملزم ومستحب. طيب دي كده الضوابط الدائمه الملزمه المستحبه. والحقيقه مش محتاجه شرح اكتر من كده، لكن خلينا نقول ان من اشد انواع الضرر بالمجتمع هي تلوث البيئه والاتلاف وعمل خلل في التوازن البيئي والكلام ده. فلذلك لازم امر واجب على الانسان الاهتمام بالموارد وحمايتها ومنع الضرر. لا الفرد يضر الفرد ولا الفرد يضر المجتمع ولا المجتمع يضر المجتمع ولا منع الضرر مطلقا، ولا انت تضر البيئه ولا تضر الموارد ولا الى اخره. منع الضرر. الضابط يا شباب احنا قلنا هم خمس انواع من الضوابط. الثلاثه الاولانيين يعتبروا ضوابط دائمه ملزمه مستحبه. الاثنين من الضوابط الاخرى دي اللي هنتكلم عليهم، الضابط الرابع والضابط الخامس، هتلاقيها ان هي بقى ايه؟ ضوابط ايه؟ متغيره بتغير الظروف الاقتصاديه. فلما نتكلم على الضابط الرابع يا شباب مركزين معايا والامور ماشيه،
احنا في صفحة 27 من المذكرة، اللي معاه المذكرة يبص في صفحة 27 إلينا بنشرح فيها. تمام، ممتاز. الضابط الرابع بيسمى ضابط أولويات الإنتاج، والضابط الخامس بيسمى ضابط إتقان الإنتاج. هسألكوا سؤال، هل أولويات الإنتاج، هل أولويات الإنتاج في أمريكا هي نفس أولويات الإنتاج في جنوب أفريقيا، هي نفس أولويات الإنتاج في السعودية، هي نفس أولويات الإنتاج في اليابان، هي نفس أولويات الإنتاج في مصر؟ ها، هل أولويات الإنتاج متشابهة ولا متغيرة؟ بلاش كده. هل أولويات الإنتاج عندكم من 50 سنة هي نفس أولويات الإنتاج عندكم السنة دي؟ بلاش كده. أولويات الإنتاج عندكم السنة دي هتكون هي نفس أولويات الإنتاج بعد 10 سنين؟ دايما ملزمة مستحبة ولا متغيرة؟ ها، متغيرة طبعا. يبقى إذن ضابط أولويات الإنتاج دائم وملزم مستحبة ولا متغير بتغير الظروف؟ متغير بتغير الظروف. طيب، علشان نرتب أولويات الإنتاج نرتبها إزاي؟ يا ترى في الاقتصاد الإسلامي نرتبها إزاي؟ ويا ترى في الاقتصاد الغربي سواء الرأسمالي ولا الاشتراكي نرتبها إزاي؟ وخصوصا في الرأسمالي. علماء الاقتصاد الإسلامي وعلماء الشريعة قالوا إن في قاعدة فقهية تسمى قاعدة ترتيب المصالح، يا ريت نكتبها لأن واضح إن مش الاسم ده مش موجود في المذكرة يعني. قاعدة اسمها قاعدة ترتيب الإيه؟ المصالح. قالوا احنا هنلجأ في الشريعة الإسلامية هنلجأ لقاعدة اسمها قاعدة ترتيب المصالح. طب القاعدة دي بتعمل ايه؟ بترتب المصالح لثلاث مستويات. بترتب المصالح لثلاث مستويات يا جماعة، لثلاث مستويات. مين اللي يجي في الأول؟ قال لك المصالح الضرورية في الأول. طب مين اللي يجي في المرحلة الثانية في المستوى الثاني؟ المصالح الحاجية. الحاجية يعني ايه؟ هنفهم بعد شوية. المستوى الثالث قال لك تيجي بقى المصالح التحسينية أو التكميلية في المستوى الثاني. يبقى علماء الاقتصاد الإسلامي وعلماء الشريعة قالوا يا جماعة ازاي نرتب أولويات الإنتاج في المجتمع الإسلامي بناء على الاقتصاد الإسلامي يعني. قالوا والله في عندنا قاعدة فقهية اسمها قاعدة ترتيب المصالح. طب القاعدة دي بتعمل ايه؟ بترتب المصالح إلى ثلاث مستويات. هما ايه الثلاث مستويات دول ولازم الترتيب هنا؟ ايوه الترتيب هنا مهم جدا. مين اللي يجي في المستوى الأول؟ قال لك المصالح الضرورية. ضرورية مين؟ ضرورية لكل المجتمع، 100% من المجتمع عايز الحاجة دي، يبقى نعملها له في الأول، صح ولا لا؟ طيب، المستوى الثاني قال لك المصالح الحاجية، يعني إيه الحاجية؟ يعني في نسبة كبيرة من المجتمع محتاجة الحاجة دي، تيجي في المرحلة الثانية أو في المستوى الثاني. طيب، اللي يجي في المستوى الثالث إيه بقى؟ قال لك المصالح التحسينية أو التكميلية، يعني إيه التحسينية والتكميلية؟ يعني ممكن يكون في فئة قليلة في المجتمع محتاجة الحاجة دي، مش هنقول لهم ما نعملها لكمش خالص ولا نقول لكم لا معلش أولويات المصالح الضرورية اللي المجتمع كله محتاجة تيجي في الأول، بعد كده المصالح الحاجية اللي تيجي في نسبة كبيرة من المجتمع محتاجة، بعد كده تيجي المصالح التحسينية أو التكميلية. واضح يا شباب؟ الصوت واضح والشرح واضح؟ واضح. تمام. يبقى إذن علماء الشرع قالوا كده. طب يا ترى هل علماء الشريعة ايه موقفهم من الاقتصاد الرأسمالي اللي بيقول ان احنا الرأسماليين بيقول ايه بقى؟ بيرتبوا الاولويات عندهم ازاي في الرأسمالي في النظام الغربي؟ يعني كيف يتم ترتيب الاولويات بتاع الانتاج في النظام الغربي؟ النظام الغربي قالوا احنا هنعتمد على قاعدة اساسية عندهم بتسمى قانون تساوي المنافع الحدية. قالوا احنا هنعتمد على تساوي المنافع الحدية في ترتيب اولويات الانتاج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قال الحاجة اللي هتدينا منفعة عالية هي دي اللي منتجها في الأول حسب رقم المنفعة بتاعها. كل ما زاد رقم المنفعة كل ما كان ليها أهمية كبيرة وأولوية كتيرة كبيرة تيجي في الأول، وكل ما قل رقم المنفعة حبلها نصفر على الخدمة تيجي في الآخر. يبقى ده أنا كان أعتمد على المنفعة الحدية في ترتيب أولويات الإنتاج. بس علماء الاقتصاد الإسلامي قالوا لهم لا، احنا بنعترض على القاعدة دي لأن المنفعة متغيرة من فرد لآخر. لو جينا مثلا نفترض عندنا 4 أشخاص وجينا سألنا الأولاني منهم 3 غير مسلمين وواحد مسلم ملتزم منضبط متمسك بدينه، فجينا سألنا 3 الغير مسلمين، أول واحد مثلا إيه رأيك في الخمر؟ إيه اللي ما بعرفش أفهم المحاضرات من غيرها، ما بعرفش أركز غير منها، ما بعرفش أجيب معدل عالي غير بالخمر أو المواد المسكرة مثلا، يعني ضرورية بالنسبة له من وجهة نظره، هل بتحقق له منفعة ولا ما بتحققلوش منفعة؟ من وجهة نظره هو يعني بتحقق له منفعة عالية. طيب
نيجي نسأل الثاني من يقوم على هذا المشكلة دي، يقول يعني احيانا واحيانا يعني متوسطة بالنسبة له من وجهة نظر متحالة منطعة متوسطة. يجي نسأل الثاني الثلاث من الخمرة يقول لا الدكاترة هي بتضر بصحتي، فعشان هي بتضر بصحتي فانا مش بستهلكها، فمن وجهة نظر هل بتحاله منفعة ولا لا؟ لا ما بتحالوش اي منفعة يعني ضر بالنسبة له. نيجي بقى للمسلم المتمسك بدينه اللي فاهم دينه بشكل صحيح ويقول لي ايه رأيك في الخمرة؟ يقول لا اولا مش بقرب منها اصلا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى حرمها والرسول صلى الله عليه وسلم حرمها، فسمعنا وقطعنا، فما اقدرش اقرب منها لان انا مسلم واسلامي بينهاني عن هذا ويحرم علي هذا. ثانيا يمكن هتضر بصحتي، ثالثا يمكن هتضر باموالي، ثالثا يمكن تضر المجتمع اجتماعيا تسبب الجريمه والقتل و و و الى اخره، فلا حرام ده ضر جدا بالنسبه لي. طيب يبقى اذا ننتج السلعه ولا ما ننتجهاش؟ طبعا اختلفت ايه؟ صح ولا لا؟ فقالوا لا ما ينفعش نعتمد عليها كقاعده، علماء المسلمين قالوا ما ينفعش نعتمد عليها كقاعده، لكن بتوع الراسماليين قالوا هي القاعده الاساسيه اللي هنعتمد عليها النظام الراسمالي. اما المسلمين قالوا لا القاعده كده متغيره من فرد لاخر واحنا عايزين قاعده كده بشكل نمشي عليها. فقالوا الافضل من قاعده المنفعه الحديه هي قاعده الى قاعده ترتيب المصالح اللي هي جايه من الفقه ومن الشريعه، وهي دي اللي هنعتمد عليها ترتيب الاولويات الامكان افضل من المنفعه الحديه. واضحه دي يا جماعه؟ واضحه؟ طبعا تخط المنفعه الحديه والمنفعه الكليه في المبادئ الاقتصاد الجزئي. لو عايزين نعرف المنفعه الكليه هي ايه؟ هي اجمالي المنافع المتحصل عليها من استهلاك الفرد لوحدات متتاليه من السلعه. طب المنفعه الحديه هي ايه؟ هي التغير في المنفعه الكليه، ده تعريف، او هي منفعه الوحده الاخيره المستهلكه من السلعه. يعني الوحده الاخيره المستهلكه من السلعه بتديك منفعه قد ايه؟ هي دي المنفعه الحديه وتعريفها. يبقى اذا لما اجي اقول لك صح ولا غلط، المنفعه الحديه هي منفعه الوحده الاولى المستهلكه من السلعه، صح ولا غلط؟ جاوبوا بسرعه بقى. المنفعه الحديه منفعه الوحده الاولى المستهلكه من السلعه، صح ولا غلط؟ خطا. اما هي ايه بقى منفعه الوحده الايه؟ المنفعه الحديه منفعه الوحده الاخيره المستهلكه من السلعه، يبقى الوحده الايه؟ الاخيره. واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام. طيب ترتيب مجالات الانتاج ده هل لازم يبقى ترتيب جامد ما اقدرش اغير فيه ولا يتغير؟ ها؟ هل ترتيب اولويات الانتاج في السعوديه من 20 سنه هو نفس ترتيب اولويات الانتاج السنه دي ولا اتغير؟ يبقى اذا ترتيب اولويات الانتاج لازم يكون مرن ولا جامد؟ ها؟ ترتيب مرن ولا جامد؟ لازم يكون مرن، لازم يكون مرن. يبقى اذا يتميز ترتيب مجالات الانتاج حسب الاولويات بانه ليس ترتيبا جامدا، وانما لابد ان يكون ترتيبا، يا جماعه، ترتيب مرن. ترتيب ايه؟ مرن. طيب هل يعني الالتزام بضابط اولويات الانتاج اعطاء كل القطاعات الانتاجيه نفس القدر من الاهميه؟ هل ده معناه؟ هل لما احط ضابط اولويات الانتاج ادي لقطاع الزراعه زي قطاع الصناعه زي قطاع الطب زي قطاع التعدين زي قطاع البترول زي قطاع التعليم زي، هل لازم كل ادي لكل نفس النسبه؟ لا، مش معناها كده، ليس معناها كذلك. لا يعني الالتزام بضابط اولويات الانتاج اعطاء كل القطاعات الانتاجيه نفس القدر من الاهميه، ولكن المقصود بضابط اولويات الانتاج بقى يا جماعه الا يعتمد الاقتصاد على قطاع واحد، ان انا ما ركزش على قطاع واحد، ما ركزش على قطاع النفط والبترول وما اهتمش بباقي القطاعات، عشان لو حصل ازمه اقتصاديه ولا ازمه ماليه عالميه ولا حاجه هلاقي نفسي بتضرر اقتصاديا واتاثر شديد، تاثر شديد بالازمه. لا، لازم، انا عايز القطاعات كلها تكون قويه، بس مش لازم يتساووا، مش لازم يساووا بينهم. انا عايز قطاع الزراعه يبقى قوي، قطاع الصناعه يبقى قوي، قطاع التعليم يبقى قوي، ها، قطاع الصحه، قطاع النفط، قطاع البترول، قطاع، عايز كله يبقى قوي، بس مش معنى كله يبقى قوي ان انا لازم اساوي بينهم. لا، الاهم عندي ان كل القطاعات تكون قويه، وان انا ما ركزش على قطاع النفط والبترول واسيب الزراعه والصناعه والتعليم. لا، لازم اهتم بكل القطاعات عشان تكون قويه، وبالتالي البلد كلها تكون قويه. طيب على العكس بقى من السؤال ده، طب لو ركزنا على قطاع واحد وتركنا باقي القطاعات مهتمين فيها، الاثار هتحصل اثار ايجابيه ولا اثار سلبيه؟ لو ركزت على قطاع النفط والبترول وتركت باقي القطاعات ما اهتمتش بيها، هينتج عن ذلك، هينتج عن التركز القطاعي على قطاع واحد، هينتج عنه اثار سلبيه ولا اثار ايجابيه؟ اثار سلبيه طبعا. زي ايه بقى الاثار السلبيه؟ نعددها سريعا كده يا شباب. زي ايه الاثار السلبيه اللي ممكن تحصل؟ وبالفعل الفترة اللي فاتت
في دول كتير اتأثرت لان هي بتركز على القطاع وبتهم الباقي القطاعات، فتأثرت بالأزمة المالية العالمية كتير وتأثرت بانخفاض أسعار البترول زي دول الخليج. ايه بقى الآثار السلبية دي النتيجة عن الاعتماد على قطاع معين واهمال باقي القطاعات؟ ايه الآثار السلبية اللي هتنتج عن كده لو ركزت على قطاع واهملت باقي القطاعات؟ اولا الاعتماد المفرط على الخارج في توفير السلع والخدمات وما ينتج عن ذلك من اضرار مختلفة. ثانيا نقص الخبرة والمعرفة الانسانية واقتصارها على ذلك القطاع مما يعني الحد من اكتساب تنوع المهارات في باقي القطاعات. ثالثا اهدار العديد من الموارد او عدم القدرة على الاستفادة منها. طب ركز على موارد، ممكن عندك موارد اخرى، يمكن عندك موارد سياحي، يمكن عندك موارد تعديني، يمكن عندك موارد بشري، عمال انت تركز على النفط والبترول وتترك باقي القطاعات ليه؟ اهتم بكل القطاعات. رقم 4 من الاثار السلبية شدة، ايه اللي ممكن يحصل تاني سلبي؟ شدة تعرض الاقتصاد لتقلبات ذلك القطاع بسبب تقلب الطلب الخارجي مما يعرض الاقتصاد والموازنة العامة وميزان المدفوعات الى هزات اقتصادية عنيفة بتأثر بقى على اداء النمو الاقتصادي للبلد. فهمنا النقطة بتاع اولويات الانتاج يا جماعة؟ ده كان الضابط الرابع وهو ضابط متغير بتغير الظروف الاقتصادية. الضابط الخامس والاخير والنوع الاخير من انواع الضوابط، هم 5 انواع. النوع الاخير من الضوابط هو ضابط اتقان الانتاج. ضابط اتقان يا جماعة؟ ضابط اتقان الايه؟ الانتاج. دي اخر نقطة في انواع الضوابط، هم 5 انواع، دي اخر نقطة لكن مش اخر نقطة في المحاضرة، يعني هنستكمل المحاضرة لكن دي اخر نقطة فعلا في انواع الضوابط لان هم 5 ضوابط، ودي النوع الخامس من ضوابط الانتاج بيسمى ضابط اتقان الانتاج. فاتقان الانتاج هل ضابط دائم وملزم ومستحب ولا الضابط متغير بتغير الظروف؟ الضابط النوع الرابع هو ضابط اتقان الانتاج. ما فهمتش نقطة 4 افراح؟ ايه المشكلة عندك؟ مش فاهمة نقطة 4 ازاي يعني؟ اللي هي نقطة 4 مش فاهمها، ضابط اولويات الانتاج. طيب نقول باختصار كده، ضابط اولويات الانتاج يا جماعه علماء الاقتصاد الاسلامي قالوا في قاعده فقهيه هي الافضل ونعتمد عليها في ترتيب اولويات الانتاج. ايه القاعده؟ قال لك قاعده ترتيب المصالح، ان احنا القاعده دي بترتب لنا المصالح لثلاث مستويات، والترتيب هنا مهم جدا. مين اللي يجي في الاول؟ قال لك المصالح الضروريه. مين اللي يجي في الثاني؟ قال المصالح الحاجيه. طب مين اللي يجي في المرحله الثالثه او في المرتبه الثالثه؟ قالوا المصالح التحسينية او التكميلية. الترتيب ده مهم من وجهة نظر علماء الاقتصاد الاسلامي والشريعة والفقه. طب علماء النظام الرأسمالي عندهم يا ترى بيرتبوا اولويات الانتاج ازاي؟ قالوا قاعدة المنفعة الحدية، بس علماء الاقتصاد الاسلامي اعترضوا عليها زي المثال اللي شرحناه من شوية، الاربعة اللي هم بيسألهم على الخمرة. قالوا فعلماء الرأسمالي قالوا لا، احنا بنعتمد على قاعدة المنفعة الحدية، والمنفعة الحدية منفعة الوحدة الاخيرة المستهلكة من السلعة، وهي قاعدة بنعتمد عليها في ترتيب أولويات الإنتاج. يعني السلعة اللي بتدينا رقم منفعة عالي هننتجها في الأول، واللي ما بتديناش منفعة عالية تيجي بعد كده. بس باختصار. وبالتالي ضابط أولويات الإنتاج ضابط متغير ولا دائم وملزم ومستحب؟ قولي بنت يا أفراح، ضابط دائم وملزم ومستحب ولا متغير؟ متغير. طيب إحنا بنقول بقى هل أولويات الإنتاج بتمثل ترتيب جامد لازم تبقى جامده ولا ممكن تكون مرنه واقدر اغير فيها؟ لازم تكون مرنه وليس جامده. ضابط اولويات الانتاج مرنه وليس جامد. طيب السؤال الثاني، هل معنى ان انا التزم بضابط اولويات الانتاج ان انا ادي لكل القطاعات الانتاجيه نفس القدر من الاهميه؟ ادي للبترول والنفط زي الزراعه زي الصناعه زي التعليم زي التجاره زي الصحه زي، هل اديها نفس الاهتمام؟ هل ده معناها؟ لا مش معناها كده. معناه ان انا اهتم بكل القطاعات وخليها قويه، ان انا مش لازم اساوي بينهم. طيب لو فرض بقى ان انت اهتميت بقطاع واحد وتركت باقي القطاعات، هينتج عنه اثار ايجابيه ولا اثار سلبيه؟ هي افراح، لو اهتميت بقطاع واحد وتركت باقي القطاعات هينتج عنه اثار ايجابيه ولا اثار سلبيه؟ اثار سلبيه. طب ما انت فاهمه اهو، يبقى انت فهمتي اكتر كده. نيجي بقى للضابط الاخير يا شباب من انواع الضوابط، وهو ضابط اتقان الانتاج. ضابط اتقان الايه؟ يا ترى ضابط اتقان الانتاج ضابط دائم وملزم ومستحب ولا ضابط متغير؟ قبل ما تجاوبوني هسألكم، الجوال او الجهاز اللي مع حضرتك ده، او الجوال اللي مع حضرتك او مع حضرتك ده، هل هو نفس الجوال من 20 سنة؟ التليفون اللي مع حضرتك ده هل هو نفس التليفون من 20 سنة بنفس الامكانيات والمواصفات ولا اتغير؟ هل درجة جودة الجوال اللي معاك هي نفس درجة جودة الجوال من 10 سنين؟
تتغير صح ولا؟ يبقى ضابط اتقان الانتاج ضابط دائم وملزم ومستحب ولا ضابط متغير بتغير الظروف؟ يبقى ضابط اتقان الانتاج يا جماعه اهي ضابط ايه؟ متغير بتغير الظروف، مظبوط كده. يبقى اذا ضابط اتقان الانتاج هو ضابط متغير بتغير الظروف الاقتصاديه وغيرها من ظروف تكنولوجيه وغيرها من الظروف. وبالتالي اللي هو بيعبر عن الجوده ضابط اتقان الانتاج للسلع والخدمات بيعبر عنه بالجوده والاهتمام بالجوده ومواصفات الجوده للسلع والخدمات وغيرها. وفي جهات وفي اجهزه مسؤوله عن مراقبه الجوده لانتاج السلع والخدمات في المجتمع وفي كل الدول، بل في وزارات معنيه بالكلام ده. لكن خلينا نقول سؤال ليه نقاط محدده كده. ضابط اتقان الانتاج طبعا هو ضابط متغير بتغير الظروف، لكن لما اسالكم هل توجد عوامل تساعد على اتقان انتاج السلع؟ هل توجد عوامل تساعد على اتقان انتاج السلع؟ يا ترى ايه العوامل دي؟ ما هي العوامل اللي تساعد على اتقان انتاج السلع؟ هي ثلاث عناصر رئيسيه، بس العنصر الاولاني الرئيسي تحتيه ثلاثه فرعيين. يعني لو قلنا الاجابه 1 2 3 هنلاقي واحد تحتيها ألف وب وج، واضحه كده؟ يبقى اذا يا جماعه ما هي العوامل التي تساعد على اتقان انتاج السلع؟ هم ثلاث عوامل رئيسيه 1 2 3 بس واحد تحتيه ألف ب ج، واضح كده بقى؟ عايزين نعرف العوامل دي هي ايه بقى؟ ما هي هذه العوامل؟ نقولها مع بعض كده بقى. ما هي العوامل اللي تساعد على اتقان انتاج السلع؟ رقم واحد، عشان اتقن انتاج السلع واعمل جوده للسلع في الانتاج بتاعها واخليها جيده ومواصفاتها عاليه، اولا لازم اهتم بمواصفات المنتج، اهتم بمواصفات المنتج بوضع افضل التصميمات والمواصفات للسلعه مع مراعاه الايه؟ مراعاه دقيقه لاحتياجات مستخدميها باقل التكلفه، حيث ينبغي الموازنه بين الجوده والتكلفه. باختصار يعني رقم واحد، عشان اعمل اهتم بانتاج السلع واحقق اتقان في انتاج السلع وعوامل تساعد على اتقان انتاج السلع، اولا رقم واحد لازم اهتم بمواصفات المنتج. طب كيف يتم الاهتمام بمواصفات المنتج؟ من خلال الف وب وج. كيف يتم الاهتمام بمواصفات المنتج؟ من خلال اولا هو مين اللي بينتج؟ مش العناصر البشريه؟ يبقى رقم الف لازم الاهتمام بتاهيل العناصر البشريه من خلال تدريبها ورفع كفائتها. رقم ب ازاي اهتم بمواصفات المنتج؟ كمان من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والتسويقي. الاهتمام بالبحث العلمي يا جماعه والتسويقي. طب ازاي اهتم بمواصفات المنتج؟ كمان من خلال التخطيط المنظم لجميع مراحل العمليه الانتاجيه. ولا التخطيط يكون عشوائي؟ ها تخطيط منظم ولا عشوائي يا شباب؟ تخطيط منظم ولا عشوائي؟ منظم. يبقى اذا يا جماعه ما هي اهم العوامل اللي بتساعد على اتقان انتاج السلع؟ واحد، الاهتمام بمواصفات المنتج من خلال الف الاهتمام بتاهيل العناصر البشريه، ب الاهتمام بالبحث العلمي والتسويقي، ج الاهتمام بالتخطيط المنظم لجميع مراحل العمليه الانتاجيه. دي كده رقم واحد بالف وب وج بتاعتها. طب ايه رقم اثنين وايه رقم ثلاثة عشان اتقن انتاج السلع؟ اعمل ايه كمان؟ رقم اثنين الاهتمام بالمتابعة والرقابة. المتابعة والرقابة بقى من بداية الانتاج واثناء الانتاج وبعد الانتاج وبعد التسويق، مش في خدمات بعد البيع؟ والاهتمام كمان بالمتابعة والرقابة بعد بيع السلع عشان لما تظهر لي اخطاء اعدلها. رقم ثلاثة العامل بتساعد على اتقان انتاج السلع يا شباب بجودة عالية، العناية بالمظهر الخارجي للسلعة من حيث التغليف والتعبئة والنقل. بكده لو اهتميت بالتلات عوامل دول بيساعدوا على اتقان انتاج السلعة، اهتمام بالمواصفات بتاع المنتج من خلال الف وب وج، الاهتمام بالمتابعة والرقابة، العناية بالمظهر الخارجي للسلعة من خلال التغليف والتعبئة والنقل، او النقل والتعبئة والتغليف. واضح كده يا شباب؟ لغاية كده الامور واضحة؟ فهمنا الخمس انواع بتاع ضوابط الانتاج اللي هما ضابط المشروعيه وضابط منع الاسراف في استخدام الموارد وضابط منع الضرر، ودول ضوابط دائمه. اما الضوابط اولويات الانتاج واتقان الانتاج وهي ضوابط متغيره، واضح؟ تمام. طيب هو الانتاج ده هيتم من غير وجود عناصر ولا لازم وجود عناصر للانتاج؟ هل الانتاج هيتم كده بدون اي توفر اي عناصر ولا لازم يكون في عناصر للانتاج في الاقتصاد الاسلامي تحديدا؟ ها لازم يكون في عناصر اعتمد عليها في الانتاج، لازم يكون وجود عناصر. السؤال هنا بقى يا جماعه، ما هي عناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي؟ هي ايه العناصر دي؟ طبعا في نظريات كتيره في الكتب والمراجع بتقول ان العلماء قالوا
ان هم عنصرين, وفي قالوا ان هم ثلاثة, وفي قالوا ان هم اثنين غير الاثنين, وفي اللي قالوا هم ثلاثة غير الثلاثة, وفي اللي قال لك لا هم اربع عناصر. اللي يهمنا بقى الخلاصة في الجدل بتاع العلماء دي, ما هو عدد عناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي؟ هل هم اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة؟ ايوه, العلماء اتفقوا على ان عناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي هم اربع عناصر. هم مين الاربع عناصر بقى دي يا جماعة؟ اولا عناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي, فبنقول تحديد عناصر الانتاج يحتل اهمية متزايدة, حيث انه الاساس الذي يبنى عليه توزيع الدخل بين الذين اسهموا في انتاجه او في تحقيقه. وهناك وجهات نظر حول تقسيم تلك العناصر بين الكتاب او المهتمين, فمنهم من ذهب الى التقسيم الثلاثي, ومنهم من ذهب الى التقسيم الثنائي, ومنهم من ذهب الى التقسيم الرباعي. لكن علماء الاقتصاد الاسلامي يا ترى ايه افضل تقسيم واللي اقروا بيه واعتمدوا عليه تقسيم عناصر الانتاج؟ ايه هم التقسيم الرباعي هو الافضل, بمعنى ان عناصر الانتاج كانوا علماء الاقتصاد الاسلامي اربع عناصر, التقسيم الرباعي هو الافضل من وجهة نظر الاقتصاديين الاسلاميين. طب يا ترى ايه المعيار اللي اعتمدوا عليه في تقسيم عناصر الانتاج؟ قال المعيار الاسلامي المعول عليه لاعتبار الشيء عنصر انتاجي هو اولا اسهام هذا الشيء في العملية الانتاجية. اي حاجة بتساهم في العملية الانتاجية لازم تسميها عنصر انتاجي. ثانيا اللي هو الوجود الايه, الوجود الحسي بيسموه, ومراعاة الاعتبار الشرعي لهذا الاسهام, وهو يعبر عنه الوجود النسبي او الوجود الاعتباري لهذا العنصر او ذاك, فالاسهام يكون مباشر وغير مباشر. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني قالوا التقسيم الرباعي هو الافضل, فعناصر انتاج ليه اربع عناصر. طب ليه؟ قالوا عشان بنعتمد على ان العنصر ده بيكون ليه نوعين من الوجود, وجود حسي يعني بيشارك العملية الانتاجية, واحيانا بيكون ليه وجود اعتباري, وجود حسي ووجود اعتباري. وجود حسي يعني ملموس بيشارك في العملية الانتاجية بشكل ملموس, واحيانا في عناصر بيكون ليها وجود اعتباري مش موجودة مش ملموسة في العملية الانتاجية, لكن بيكون ليها اعتبار شرعي في الارباح لو تحققت, الارباح لو تحققت. طيب الخلاصة يا شباب ان عدد عناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي هي كم عنصر؟ كم عنصر؟ اربع عناصر. هي مين بقى الاربع عناصر ديت؟ خلينا نقولها سريعا وكده كده هنتعرض ليها في اللقاءات القادمة ان شاء الله او في اللقاء الجاي. العناصر هي باختصار هي الارض, اللي هي الارض بين قوسين مش معناها الارض اللي انت واقف عليها وبتزرعها دي بس, لا الارض معناها الارض اللي هي الموارد الطبيعية, ما في باطنها وما فوقها, اشجار جبال بحار انهار مياه معادن مش عارف, هي دي مقصود بها الارض اللي هي الموارد الطبيعية بين قوسين. ده العنصر الاول, الارض اللي هي الموارد الطبيعية. والعمل باجر محدد, العمل باجر ايه محدد, ده العنصر الثاني, عنصر العمل باجر محدد. طيب العنصر الثالث هو رأس المال, سواء بقى كان رأس مال عيني او نقدي او انواع مختلفة من رأس المال, فرأس المال هو العنصر الثالث. العنصر الرابع وهو احدث العناصر المضافة حتى في النظام الرأسمالي, هو عنصر حديث, الا وهو عنصر الرابع, هو ايه بقى يا جماعة؟ التنظيم والادارة او العنصر المنظم. يعني يبقى اذا عناصر الانتاج كما عنصر الشباب من وجهة نظر الاقتصاد الاسلامي التي يقر بها الاقتصاد الاسلامي هي اربع عناصر. ما هي؟ هي الارض اللي هي الموارد الطبيعية, والعمل باجر محدد, ورأس المال, والتنظيم والادارة او المنظم. يعني المنظم هو التنظيم والادارة, والتنظيم والادارة هو المنظم. يعني فاذا يا جماعة عناصر الانتاج كم عنصر؟ هي اربع عناصر. عرفناهم؟ عرفناهم. مين اللي بيقر بكده؟ الاقتصاد الاسلامي بيقر وبيقول هو التقسيم ده الانتاج, التقسيم ده كويس, التقسيم الرباعي هو افضل التقسيمات لعناصر الانتاج, لعناصر ايه؟ الانتاج. طيب لو بنتكلم وبنستكمل كلامنا, المضاربة يعني ايه يا جماعة؟ عندنا مضاربة ومشاركة ومرابحة, حاجات زي كده في الاقتصاد الاسلامي. المضاربة بتعني ايه كتعريف؟ المضاربة تعني دفع مال لمن يتجر به او يعمل به على ان يقتسم او يقتسم بينهما الربح في الغنم بالغرم, وذلك بجزء سواء الثلث او النصف حسب ما اتفق بينهم. يعني المضاربة عبارة عن مشروع بيعمله طرفين, والطرفين دول هل عارفين هيربحوا كام بالظبط بالتحديد ولا كل واحد عارف ربح بالتحديد كقيمة؟ لا, ده احنا مستنيين بنعمل المشروع ما نعرفش هنحقق ربح ولا هنتحمل خسارة. طب في حالة الربح نقتسم الربح ازاي؟ حسب اتفاقنا من البداية. طب لو حصل خسارة نتحملها ازاي؟ حسب برضو اتفاقنا, لو حصل خسارة مين اللي يتحملها؟ وبناء عليه
بسبب الانسان في العملية الانتاجية يتحقق عنصر انتاج العائد الذي يعود عليه سواء تمثل بصورة اجر او جزء من الربح، بمعنى ان في عناصر تستحق اجر او ايجار وفي عناصر تستحق ربح. بس الحاجات دي عشان نشرحها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله في المقرر بتاعنا. خلينا نتوقف عند الفرق ما بين، احنا في صفحة 29 يا شباب، عايزك تفرق وعايزكم تفرقوا ما بين الإجارة والمضاربة، ما بين الإجارة والإيه؟ والمضاربة. نفرق بينهم في إيه بقى الإجارة والمضاربة؟ الإجارة نجد أن العائد أو الأجر محدد مسبقا أو سلفا، وخدمة العمل هي الأخرى محددة سلفا. يعني في الإجارة العائد متحدد مسبقا، انت بتأجر ارض بتقول لي الارض دي بكام، بل تأجر عقار او شقة ها تقول لي الشقة دي بكام، يقول لك بألف ريال في الشهر مثلا. العائد من الاجر متحدد ولا مش متحدد؟ متحدد مسبقا اهو. لكن في المضاربة بقى يا جماعة العائد ها هل محدد مسبقا؟ العائد متحدد مسبقا في المضاربة؟ ها لا طبعا مش متحدد مسبقا. يبقى تيجي لك صح وغلط اختار متعدد تبقى عارف الفرق بين الإجارة والمضاربة في تحديد العائد. في الإجارة العائد متحدد مسبقا، لكن في المضاربة العائد غير محدد سلفا او مسبقا، غير متحدد. وكذلك خدمة العمل فهي خدمة عامة وشاملة لكل اوجه النشاط المشترك. يعني العائد غير محدد في المضاربة بينما هو محدد في الإجارة. يبقى الاثنين عكس بعض، الإجارة العائد متحدد مسبقا او سلفا، لكن في المضاربة العائد غير محدد مسبقا او سلفا. خلينا يعني الجزئية دي تبقى تقروها بس تعرف الفرق بين الإجارة والمضاربة، وبعد كده بيوضح لك موقف الاقتصاد الإسلامي من موضوع النقود المقترضة والربا، حرام طبعا الربا. بيوضح يعني تقرا الجزئية اللي في صفحة 29 ديت بعد الفرق بين الإجارة والمضاربة. يا ريت تقرا الجزئية ديت، يعني مش بسأل فيها كتير، الجزئية اللي هي صفحة 29 بعد الإجارة والمضاربة مهمة جدا الإجارة والمضاربة. لكن بقية صفحة 29 يعني حاجات سهلة تعرفوها كده. احنا وصلنا لصفحة ثانية واحدة، وصلنا لصفحة كام؟ 29. في صفحة 30 بقى عندكم، في صفحة 30 عندنا بنقول ان عناصر انتاج الاربعة دي يمكن ان تصنف تصنيفا رئيسيا في مجموعتين. المجموعة الاولى الجهد البشري بمختلف صوره واشكاله، المجموعة الثانية الجهد المالي بمختلف صوره واشكاله، يعني كتصنيف كده يعني. لكن الخلاصة بقى من الكلام ده كله يا شباب ان التقسيم الرباعي هو الاكثر تفصيلا والاكثر فائدة، وبالتالي علماء الاقتصاد الاسلامي بيعتمدوا على ان عناصر الانتاج كم عنصر. التقسيم الرباعي هو الافضل من وجهه نظر علماء الاقتصاد الاسلامي. هم ايه الاربع عناصر دول؟ هم الارض والعمل وراس المال والتنظيم والاداره او المنظم، والمنظم والتنظيم والاداره. يبقى الخلاصه يا جماعه ان علماء الاقتصاد الاسلامي بيقولوا ان عناصر الانتاج كم عنصر؟ هم اربع عناصر، اربع عناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي. مهم جدا تبقى عارف المعلومه ديت، وعارف الفرق بين الاجاره والمضاربه، وعارف ان عناصر الانتاج هي الارض والعمل ورأس المال والتنظيم والادارة او المنظم. يعني هنتوقف عند النقطة ديت اللي هي صفحة 30، منتصف صفحة 30 كده لو متابعين معايا في المذكرة، هنتوقف عندها النهاردة. وبكرة ان شاء الله عز وجل هنستكمل ونبدأ من صفحة 30 ونستكمل شرحنا في هذا المقرر. احنا لما بننتج الانتاج بيتحول ايه بعد كده يا جماعة؟ بيروح لايه؟ للاستهلاك. فكلامنا المرة الجاية والمحاضرة الجاية واللقاء الجاي ان شاء الله بكرة بإذن الله في نفس الموعد بعد العصر الساعة 4:45 دقيقة، هيكون اللقاء بتاع بكرة اللقاء السادس ان شاء الله، هنتكلم فيه على الاستهلاك. هنتكلم فيه على الاستهلاك بس من وجهة نظر الاقتصاد الاسلامي، وهنفرق بين الاستهلاك وبين المستهلك في الاقتصاد الغربي زي الرأسمالي، وبين الاستهلاك والمستهلك في الاقتصاد الاسلامي. يا ترى هو ايه الاستهلاك؟ يا ترى ايه الفرق بين المستهلك الغربي والمستهلك المسلم؟ يا ترى ايه القواعد والشروط اللي بيعتمد عليها المستهلك الغربي؟ ويا ترى ايه القواعد والسلوك والنظريات اللي بيعتمد عليها المستهلك المسلم؟ هنعرف الكلام ده بكره ان شاء الله عز وجل. اللي عايز يعرف الكلام ده يستنانا ان شاء الله للقاء بتاع بكره اللي هو في نفس الموعد الساعه 4:45 دقيقه بعد العصر باذن الله عز وجل.
وبناء عليه في كل لقاء الحي، اللقاء الحي الخامس خلص دلوقتي وتوقفنا عند صفحة 30، والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الاستهلاك. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.